في البداية أكيد نحب نبارك حق الفنانة غدير السبتي، تم عقد قرانها، تزوجت، يلا يا مزة، يلا هذه أول المزة في 2018. الله يوفقك إن شاء الله يا غدير السبتي، أنت فنانة محترمة وخلوقة وصاحبة موهبة وعندك كاريزما، ما عندك خلاف مع أي أحد، إنسانة محترمة، تاخذ لوكيشن برا اللوكيشن، حتى لو نختلف معاها في وجهة نظر معينة، هي إنسانة تتقبل كل الآراء. الله يسعدك إن شاء الله ويتمم عليك. بس ها، من الحين قاعد نقول لكم يا بنات، زواج بس، طلاق ماكو، كافي ليلى عبد الله اللي سوته، كل شيء نصيب. المهم، المزة الثانية اللي احنا بنبارك لها بالزواج، طبعا اكيد دانيا مبارك، دانيا مبارك عليك، سعيد ومبارك ان شاء الله. الزواج تم عقد قرانها في امريكا مع زوجها الامريكي، وكان حفل جدا جميل ورائع، يعني الله يسعدك ويتمم عليك على خير. طبعا حضرت حفل الزفاف كل من احلام الشامسي وزوجها مبارك الهاجري، وكان يعني ليلة جميلة، وكان كل شيء فيها حلو. الله يسعدك إن شاء الله ويبارك لك يا داليا، أنت فنانة محترمة وإنسانة محترمة وإنسانة، يعني شوفوا بنفس الوقت قاعد تشتغل وقاعد تدرس، والحمد لله الحين الله تمم عليها وتزوجت إن شاء الله بعد عيل حلو. شوفوا الإنسان الطموح، شوفوا الإنسان الطموح، الله يعطيه لأنه قاعد يسعى إنه يشتغل ويسوي، والله لحب مخلوق حبه في خلقه.